يا كبير تبارك الله. سمع دي تلا تلا أسعد الله صباحكم متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينة القنيطرة. كيف ما كتشاهدوا معنا تبارك الله على خير بلادنا. احنا الآن كنتواجدوا بدار الحوت بمدينة القنيطرة. فمرحبا بكل المتابعين الأفاضل المتابعين قناة شوف تيفي قناة الشعب. كنتمنى لجميع المتابعين أنهم يبارطاجيو فضلا وليس أمرا باش نعرفوا الأثمنة من عند السي حميد من قلب دار الحوت اللي كيعطينا جميع مجموعة المعلومات ومجموعة ديال المعطيات دائما في على الحوت ولا أيضا على السوق كي داير. إذا دائما معكم السي حميد مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. أيوب أيوب أجي. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا اذا معنا قبل ما غادي يدوز معنا السي حميد بغا يدوز معنا ايوب. ايوب صباح الخير ومرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. مرحبا استاذ. اليوم حاجه شويه كيف الحمد لله. الحمد لله الحوت وجد داكشي اللي كنا باغيين وصلنا ليه هو وازاي سالات. كنا قلنا انا غتسالي الحوت غيوجد. دابا ازاي سالات السياره ديالها الحوت وجد الحمد لله على بارك الله. غادي نشوفوا معك السي ايوب بعض الاثمنه ريتما يلتحق بنا السي حميد. مرحبا السي ايوب. لينا بشحال السردين؟ السردين كنبيعوه ب 318 درهم 15 درهم. هذا هو الثمن ديالو. ليامات هذه حتى شويه 20 درهم على حسب هذه ليامات حتى شويه و 20. نعم و 20. كذلك شنو كاين مصطلح؟ كاين فانيكا. كاين فانيكا. فانيكا 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 35 درهم 40 درهم. 35 درهم 40 درهم ديال المهدية هذه ديال المهدية. المهدية دونك حتى السردية ديال المهدية ولا لا؟ مهدية السرد. داكوغ. نعم كاين عندنا ميرنا. ميرنا ميرنا كونجلي. كاين الفريش. لا شي هذا هي السي ايوب. السي ايوب شحال منا؟ ميرنا هذه ب 40 درهم. كاينه ب 40 كونجلي. فري 60 درهم مهدية. كاين الغليظة مهدية. ستين درهم. واللي كدير 80 درهم هي اللي كدير 80. نعم كاين كيما قلت لك كاين الغليظه كاين المعين ديالها. المعين ديالها والكاينه الصغيره. كون او الرقيقه كيما كنقول. نعم كاين الصول. الصول الصول بلاج الصول. سمح لي اذا انا اللي خطا. فالصول هو اللي كدير 80 درهم. 80 درهم. اذا الصول هو اللي 80 درهم الاخرين 60 درهم. 60 درهم. اوكي دابا فهمت فهمتك السي ايوب. نعم كمل السي ايوب. كاين الكروفيت. الكروفيت علاش؟ كاين النبيره كاين الشرغو كاين الكالامار مهديه. سي ايوب دائما كنقول لك راه كتسرب عليا. سي ايوب خليك معنا بشويه باش نفهموا وحتى المتابع الافاضل حتى هما تما يفهموا. مرحبا. نعم اذا الكروفيت بشحال داير؟ الكروفيت كنبيعو ب 70 درهم. الكروفيت 70 درهم. 70 درهم. نعم كاين النبيره. النبيره بشحال دايره؟ غليظه 110 120. 110 120. كاين الرقيقه ديالها 70 درهم. الرقيقه 70 درهم. الكوربين بروموسيون 60 درهم القاع ديالو. كاين الباجو. باجو باجو هذاك ما نهضرش عليه 80 درهم 75 درهم نبيع. هذا هو. كاين الكوربين كبير. كوربين كبير نعم 110 100 باش يشبع. 110 110 120 تشبع. كاين عاوتاني الشرغو حداد 80 درهم. كاين الباجو هذا 70 درهم. الشرغو حداد كذلك ومشي نفس الديكور غا هو هذا صغير كندير له 60 درهم. هذا الصغير ديالو. الصغير ديالو. باجو عشان الصغير ديالو. هذا الاحمر. الاحمر. باجو. 50 درهم. اذا باش حتى المتابع يفهم هذا البيض وهذا الاحمر. نعم. الكالامار اللي معروفه ومشهوره حيت كانت دايما المشكل كامل. اكيد طبعا. كانت دايما. الكالامار كانت واحد الايام توصل حتى 150 درهم. 150 درهم. 150 درهم. نعم. 150 درهم. دابا راه شويه طايحه في الثمن 120 110 تقدر تاخذ. ما بين 110. 120 110. نعم. كاين الباسامار اللي معروفه. باسامار شحال وصل؟ باسامار 80 درهم. 80 درهم. 80 درهم. نعم. كما تنقول لك راه الحوت تبارك الله راه وجد. الحوت راه وجد غير شويه كاين شويه ديال الثمن. الثمن هذا واحد يومين وما غيبقاش. كاين عندنا الروكان. الروكان كاين شوف تبارك الله المعلم الله يعاون بخيرك اخويا. كاين عندنا الروكان. نعم. اللهم بارك مهدية. شحال وصل؟ هاد الروكان تبيعو ب 80 درهم. الروكان تبارك الله حر كما كتشوف الراس ديالو. بل 80 85 85 70 على حسب. سي حميد عنده شي ملاحظات تبارك الله. سي حميد سي حميد حنا تبارك الله حوايجك فين هما الله نعم
السلام عليكم. بخير هاني. صباحك مبروك مشاهد. كنتي تكون مع الدين طبعا. وي. سي ايوب. سي ايوب. نعم. سي ايوب. المحلات. مرحبا. هاني كلشي مزيان؟ الله ينورك. الله يكبر فيك. نعم تفضل. اش بغيت تعرف؟ كلشي تبارك الله عندك بونسوار انا بعدا كنجي عندك. اللي بغيتي مرحبا. فرحان. لان عرفت. اللي بغيتي مرحبا. اذا كيف ما كتعرفوا معنا المتابعين الافاضل فاحنا كنتواجدوا عند السي حميد دار الحوت بمدينه القويطره فتبارك الله ملي كنجي فرحان صراحه انا شخصيا كنقولها علاش ماشي هذا الاشاره وانما واقع لان كيعطينا مجموعه من المعطيات مجموعه من المعلومات اللي صراحه بعد الناس اللي ما كيعطيوهاش ودائما باش تعودنا واحد الحاجه اللي هي الصراحه السي حميد كيف ما تعودنا معاك دائما صراحه مرحبا مرحبا الحمد لله ونشكره الحمد لله وشكرين الحمد لله ماشي غير هبط هبط تقريبا بواحد 50-55% اي في ذاك الفيديو اللي قبل قرب كنا كنبيعوا فيه 120 كنا كنبيعوا فيه هذا كنا كنبيعوا فيه 120 هذا قرب هو المويه راه الكبير ديالو كنا كنبيعوا 120 دابا راه كنبيعوا 60 درهم ذاك الكبير راه 80 درهم حيت كانت ديك ازاز هي اللي مديرة الكارثة كبرى كيصيدوا على الروطالة كيصيدوا على الروطالة دابا ملي حبسوهم ولا كيصيدوا على الحوت وكانت الميرنة كانت راه وصلت 100 درهم ميرنة موية كانت وصلت هادي وصلت 100 درهم اه ماشي وصلت 100 درهم 90 بالله دابا نبيعوك ب 60 درهم هادي كونجلي هادي هادي على العبرة هادي هادي حيت الزنقة كيبيعوها بزاف حنا حطينا وعليكم السلام مرحبا مرحبا دوز امين هادي ميرنا كونجلي كيخدمو بها الناس بزاف في الزنقة كيجي كيسال ما حد يقول لك ميرنا لقيتها ب 40 درهم كيلقى هادي ب 40 درهم ما يلقاش هادي اولا هادي يلقى هادي ب 40 درهم انا حاطها هنا حاطها هنا باش كنوريها لهم هادي راه كونجلي كونجلي هادي اه كونجلي هادي كونجلي تنقولها لان شحال ميرنا هادي 40 درهم وكونجلي هادي فري شوف انت شوف على الاختلاف الحوت كي دايره شوف على الاختلاف شوف على الاختلاف كيف ما كاينش هادو حتى اللون ديالها كيتغير شوف كحله هادي بيضاء صول 80 درهم كانت 120 ولا دابا ب 80 ب 70 درهم الله يسخر الله يجيب التيسير هادي 80 درهم كالامار كانت 150 دابا حالي 120 كيف ما قلنا 120 كتبدا ب 120 الكوالا الاول كتبدا ب 120 كدوز الساعه ما كاني كتقص 100 دوز الساعه 100 خصك تكمل الحوت حطي عاوتاني الجديد هادي النبيره هادي كبيره ها هي وهادي صغيره هادي مويه فري 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 قلب العينين كي بغيتي سي حنا كنتكلموا معاك انت ديال قبيله واحد الحوت اللي هو كبير وصل واحد عنده الركان مارطو هذاك الركان مارطو الركان مارطو اه ها هو عندي والله لا لداخل بالله خصني نكمل الركان عاد ندوز لهذاك نصورو ماشي مشكل مرحبا بغيت تصور اي بغيت تصور حتى دابا نوري لك ماشي مشكل الدنيا هانيه مرحبا راسي كاين هذا الحداد هذا 30 درهم فاني واحد سي حميد اللي هي اللي تبارك الله عليك كتجيب حوت كتجيب حوت متنوع وكذلك كتجيب حوت اللي هو مزيان شنو السر في هذا الشيء؟ السر الاقدميه الحرفه ماشي كيما قال لك اجي نقول انا حوات لا الحرفه انا خدام فيها انا صغير كنت كنقرا ونمشي نخدم فيها الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله حتى 33 عام دخلت البيع والشراء تبارك الله لما تخيل 33 عام ولا كنبيع ونشري فيها اقسم بالله تبارك الله عندي شواهد فيها انا وزاره الصيد البحري والله عندي شواهد بالله هادشي اللي كاين بوزروك ها هو واخا شكون يسالك كما تعودنا دائما فرحتي يسالك المواطن رسالتي المواطن ديما يقلب على الجوده ويبعد من الزرقاء ماشي كنحتقرهم ولا الله يحسن الاحوال للجميع والله يسخر للجميع اي هو الزرقاء كما تيقول لك حجر وطوب كاين اللي مصفي رقبته مع الله كاين اللي مصفي رقبته مع راسه هذا ما كان وانا نقول واحد محل صافي راك معروف مصدر موتو بمعنى الله يحسن شي حاجه راك يجي اما بالنسبه لك شوف كي دايره هذا ديك المره كنا كنبيعو ب 80 درهم دابا نبيعو ب 40 درهم بها هذا الكبير ديالو راه هو 60 درهم 1000 ريال هذا 80 درهم ها انت دابا هنايا اغلبيه الناس ما غيلاحظوا والو دابا هذا شنو هو شرو
هذا فيه جنة وشي فيه جنة واحدة بعد هذا فيه جنة لا ما هنا كاين جنة واحدة هذا فيه جنة هذاك تما جنة هذو فيهم مخلطين هانت 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 هادي شرغو هذا حداد شوف وكيبان بحال بحال هانت هانت هادي هي خت هادي وهادي هادي خت هادي هانت هانت شوف انت هذا بوحدو هذا بوحد تبارك الله وهذا كلي اللي وهذا كيبيعو في الزنقه بلاصه الشرو وكلي اللي عاصف بحال هذا انا سميتو الحداد نعم هذا ما كان هذا ما كان سي حميد ما كاينش بك تبارك الله عليك وكنشكرك جزيلا الله يحفظك مرحبا مبروك ويوم سعيد الله يبارك فيك انا كيف ما تبعتو معنا متابعين افاضل حيدا اذا كيف ما تبعتو معنا متابعين افاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب شكرا لكم على المتابعه دمتم في رعايه الله وحفظه كيفما كتبعتوا معنا هذو مجموعه ديال الاسئله من عند السي حميد من دار الحوت كذلك كيقول السي حميد اخر كلمه بغيت نسولك عليها اللي هي واش متوقع انه يزيد يطيح يزيد يطيح باذن الله تعالى دابا كل شيء ولا دابا الدخول المدرسي والناس جايه من العطله وفلوس سالات والله يحسن العوان وباقي يزيد يطيح لا مازال يزيد يطيح مازال ولا يقدر هذاك نبيعو ب 40 درهم اخر القرب ديال دابا اللي داير له 70 60 درهم نقدروا نبيعوه ب 40 درهم السيمانه الجايه شكون قال وحنا ديما الحمد لله والشكر لله اثمينه في المتناول للجميع اثمينه مزيانه وناقصه بزاف على شحال من بلايص والحمد لله والشكر لله هذا من فضل الله تعالى هذا من فضل الله تعالى كنشكرك بزاف ديما كتنورنا الله يحفظك حنا ما كنا ما كنا دايرين معاك ما عيط لك ما والو وبغيت نشير واحد الفكره كان داك الفيديو اللي قبلها الفيديو قال لك المره الاخرى شي ناس كيدخلوا لي كومونتير قالت لك عندك واحد السيده كتبا قالت كل حوته ملقطه حط حوته 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 الحوت كنحطو شويه شويه وجي عندي تقول لي بغيت 200 كيلو الصون لابطا هكذا من الفريكو خرج لك فري حنا كنحطو شويه حتى لي سباس طويله خصنا نحطو شويه شويه باش كيعمر اما جينا نحطو نوع واحد ما يقدناش هاد المحل هذا خصنا نفرشو في الجوطيه نديرو حسيره والله العظيم بالله ياك عطوه شويه شويه دابا حاط على اربعه د الحوتات من هنايا هنا اربعه دابا بغيتي 40 حوته نبيعك دابا دابا نبيعك 40 حوته وانا باش مزيان كيكون باش حتى الاختيار كتحط شويه شويه باش الانسان كيتمعن نعم تشطب لك تكون مرونه مرونه تبارك الله نعم كما تيقولوا من كل فن طارق اكيد طبعا تبارك الله حتى انا كن صراحه ملي كنجي صراحه ما ماشي اشاره ولكن واقع ملي كنجي كنكون مرتاح علاش ملي كنشوف جميع انواع كنعرف مجموعه الحويجات وكيف ما الحمد لله والشكر لله الصراحه الصراحه بنادم ما غيدخلنيش للجنه الا الصراحه اكيد طبعا لا ولكن انسان تيكذب على راسه اكيد طبعا انسان تيكذب على راسه حنا ما تنكذبوش مرة أخرى شكرا رزاق الله شكرا سي حميد الله يحفظك ويجزاك شكرا للشباب وشكرا سي أيوب شكرا لكل المتابعين الأفاضل متابعين قناة شوف تيفي قناة الشعب كنتمنى منكم أنكم تبارطاجيو فضلا وليس أمرا دمتم في رعاية الله وحفظه نتلاقاو بيت آخر إلى اللقاء